بردانه قوي يا ماما، الجو النهارده برد قوي. ده فعلا الجو برد خالص يا طماطم، مش عارفه ايه ده، كل شويه يقلب علينا وبعدين يحرر وبعدين يبرد، وحاجه بقت غريبه جدا. انا بردانه ماما، ولا الدفايه دي بقى، انا بردانه قوي. مش عارفه الدفايه دي مش شغاله ليه يا طماطم. استني يا ماما انا هشوفها كده، استني. هي اكيد يا طماطم عاوزه تتسلك، بس احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ مفيش قسطه دلوقتي يبقى فاتح عشان يجي يسلكها لنا. انا كنت بشوف بابا يا ماما وهو بيسلكها، انا اعرف اسلكها كويس. هتسلكيها من على السطح يا طماطم ازاي؟ اصبري بس يا ماما، هو بابا كان بيسلك الانبوبه ويروح نازل فيها كده ويقعد يسلك يسلك. دي حاجه صعبه عليكي يا حبيبتي، انت لسه صغيره على الكلام ده. طب هشوف يا ماما، هبص فيها، لو صعبه مش هعمل حاجه وهاجي على طول. لا انا اقترح ان انت ما تطلعيش على السطح في الجو البارد ده خالص يا ماما. خلاص انا عندي فكره، انا ممكن ابص في الماسوره من هنا من البيت. طيب ده حلو قوي، بصي كده شوفي في حاجه يمكن واقفه فيها ولا حاجه متعلقه كده ولا كده، ممكن نشدها بايدينا وتتسلك وربنا يسهل. متاكده يا طماطم انك هتعرفي تسلكيها؟ اصبري بس يا ماما، انا هبص جواها الاول واشوف هي بتتسلك ازاي وايه اللي محشور جواها، اكيد في حاجه محشوره جواها خليتها تعمل كده. طيب لما نشوف يا مسهل يا رب. خدي بالك يا طماطم، خدي بالك وانت داخله. حاضر يا ماما داخله اهو، استني بس. ها يلا يلا بالراحه كده. اهو هي يا طماطم دخلتي؟ ايوه يا ماما استني. يا ماما دي كبيره قوي يا ماما. خدي بالك يا طماطم هي واسعه من قدام، انما هتلاقيها بتضيق كل شويه. انت سامعاني يا مامتي؟ اكيد سامعاكي، امال ايه؟ بس في هنا زباله وقرف كتير قوي. هاتي هاتي كل اللي يقابلك. حاضر مسكت اهو يا ماما، شوفي مناديل. ياي خدي يا ماما خدي. هاتي هاتي نزلي الحاجات دي بسرعه. ايه ده كل ده يا ماما؟ انتوا حاطين فيها ايه؟ دي فيها حاجات كتير قوي مقرفه. في عندك ايه تاني؟ هاتي هاتي يا طماطم كل اللي تقابليها. هاتي حاضر. هاتي هاتي يا طماطم، برافو عليكي، طلعي كمان. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ كل ده في الماسوره بتاعتنا؟ يا سلام. يا ماما فيها حاجات كتير قوي. هاتي هاتي يا حبيبتي طلعي. ايه يا طماطم؟ ما عادش في صوت ليه؟ انا مش عارفه ابص، انت فين؟ مش شايفاكي. انا هنا يا ماما بس مش عارفه اطلع. ايه اللي حصل؟ مش عارفه، كل ما اجي الف مش عارفه الف. لفي؟ يعني ايه مش هتعرفي تطلعي ولا ايه؟ انزلي انزلي تعالي. مش عارفه يا ماما، انا شكلي كده اتحشرت في الانبوبه دي ولا ايه؟ اتحشرتي؟ هي دي المصيبه. طب وبعدين نتصرف ازاي دلوقتي؟ حاولي يا طماطم حاولي، اصفطي بطنك لجوه. انا مزنوقه مزنوقه في الانبوبه. ايه يا طماطم؟ طماطم يا بنتي ردي عليا. اه ماما مزنوقه في وشي، مش عارفه اتكلم يا ماما. تخنفتي ليه كده يا طماطم؟ وشي مزنوق في الانبوبه. يا نهار ابيض، طب هتصرف ازاي؟ انزلك حبل، انزلك حبل يا طماطم وتمسكي كويس وهشدك بيه. الحقيني يا ماما حاولي تدخليلي. ادخل اذا كنت انت زنقتي، انا هدخل ازاي يا طماطم؟ الحقيني. طيب اعملي اي حاجه، مناخيري مزنوقه في الانبوبه. حاضر حاضر انا هنزلك حبل حالا. خدي خدي يا طماطم حبل اهو، امسكيه كويس. ده بعيد قوي يا ماما، احذفي كمان. امسكي امسكي يا طماطم كويس، حاولي تمسكيه. يلا ها. حاضر يا ماما بحاول امسكه، بس انت هتفي شويه. اهو اهو يا حبيبتي اهو. انا مش قادره يا ماما، مش عارفه، وشي مزنوق في الانبوبه. وبعدين بقى اعمل ايه دلوقتي؟ يا خبر ابيض، البنت اتحشرت جوه، طب هتصرف ازاي؟ يا رب يا عمر تيجي بقى علشان تطلع بنتك، دي هتبقى ورطه. قلت لها ما تدخليش، اعمل ايه طيب في دلع البنات ده؟ يا ما انت كريم يا رب، يا ما انت كريم. الظاهر انه وصل. يا سلام، ايه الاستقبال الحافل ده وكمان مستنياني قدام البيت؟ اهلا اهلا يا عمر. طبعا اهلا، بس انا عايزاك في حاجه تانية ضروري. كويس انك جيت والله. ايه يا منى في ايه؟ ايه اللي حصل؟ انت شكلك غريب قوي النهارده. لا لا هو بس كل الحكايه ان طمطم محشوره. الله، طب وايه المشكله؟ ما تدخل الحمام يا حبيبتي، ايه المشكله في كده؟ حمام ايه بس يا عمر؟ انا قصدي ان هي محشوره. محشوره يعني ايه؟ مش فاهم يعني ايه محشوره دي، يعني محشوره فين؟ تحت السرير ولا ايه؟ عمر يا حبيبي طمطم محشوره في الانبوبه بتاعه الدفايه. انبوبه ايه يا منى؟ اسمها ماسوره. ماسوره يا منى، ايه اللي دخل طمطم في الماسوره؟ هو انا دلوقتي في اسمها ايه يا عمر؟ بقول لك بنتك محشوره في الماسوره، تعالى اتصرف بسرعه. ابيض، ايه ده؟ ايه ده؟ طمطم يا بنتي رد عليا. يا بابا انت جيت يا بابا، الحقني الحقني يا بابا، انا مزنوقه في الانبوبه. حاضر حاضر، تعالي تعالي يا حبيبتي تعالي، انزلي انزلي. الله 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 الله، يا خبر يا طماطم يا بنتي، انت بقيتي عامله كده ليه؟ شفت انا بقيت عامله ازاي؟ انت ايه اللي دخلك جوه الانبوبه دي؟ ايه اللي دخلك جوه الماسوره؟ كنت بنضفها يا بابا.
ادي النيله قلت الانبوبه زي مامتها اسمها الماسوره. الماسوره يا جماعه. طيب مفيش حد ينظفها غيرك ولا ايه طماطم؟ انت من انت بتنظفي مواسير؟ اعمل ايه بس يا بابا، اصل احنا كنا بردانين قوي، بس انا دلوقتي طفيت شهر قدام. بس انا يا بابا طلعت منها كل الحاجات المقرفه اللي كانت جوه، كان جوه ورق وزباله وحاجات كده محشوره في الماسوره. يا خبر يا طماطم يا بنتي، دي عامله برضو تعمليها؟ لا انت ما عادش ينفع تعملي كده تاني ابدا. حصل خير يا بابا، حصل خير. تعالي تعالي يا طماطم يا بنتي، ادخلك الحمام على طول تغسلي وشك وتغسلي ايديكي ورجليكي. ايوه يا ماما، بس انا اتشلفت خالص خالص. تعالي تعالي. ودي كانت حلقتنا النهارده يا اصحابي، اتمنى ان هي تكون عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك يا اصحابي للفيديو، وكمان شير وسبسكرايب للقناه. طبعا وكل اللي لسه ما اشتركش في قناتنا يشترك على طول ويضغط على الزر الاحمر اللي تحت الفيديو، وكمان يوريه كل اصحابه. نشوفكم مع حلقه جديده. باي باي. باي باي.